رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري المشاركة في اجتماع بعض القادة السياسيين المقرر عقده اليوم في محافظة أربيل تحت عنوان مكافحة الإرهاب حسب ما أعلن مكتبه الإعلامي. ويشارك في المؤتمر عدد كبير من معارضي العملية السياسية في العراق، وعلى رأسهم المتهم الهارب نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي والمدان وزير المالية السابق رافع العيساوي، إضافة إلى السفيرين الأمريكي والبريطاني. ووجه نواب عراقيون انتقادات لسلطة منطقة كردستان لاستضافتها المؤتمر، معتبرين أنه يمهد للتقسيم. كما حذر النواب من تحويل أربيل إلى مأوى للإرهابيين والمطلوبين، مطالبين الحكومة المركزية بموقف حازم. في العراق وفي المنطقة هو في وبالعودة إلى المؤتمر الذي من المفترض أن ينعقد في كردستان، معنا السيد حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار من بغداد. أستاذ حميد، بداية، لماذا يعني انتقدتم المؤتمر الذي يرفع شعار مكافحة الإرهاب؟ اولا احنا مو موضوع نرحب كل عمل هو ضد الارهاب وكل عمل ضد الدواعش احنا نرحب به، لكن من الذين يشرفون على المؤتمر ومن هم الحضور؟ الم يكونوا هم المسؤولين في السنين الماضيه لتدمير المنطقه باكملها؟ الم ياتوا بالدواعش الى محافظه الانبار ويقومون بقتل الناس وتهجيرهم وتهديم بيوتهم؟ الم يكونوا هم المسؤولون عن النازحين؟ ألم يكونوا يحتلون المنصات وهددوا الأمن والسلم المجتمعي في محافظاتنا السنية؟ هم المسببين، والآن يريد يعالجون الخطأ بالخطأ آخر. الموجود على الأرض هو كالآتي: الجيش العراقي وقوات الأمن والحشد الشعبي والدواعش. لا يستطيع لا مؤتمر ولا غير مؤتمر يقدر يوصل لنتيجة التصدي لهؤلاء الناس. طيب أستاذ حميد، يعني هذا المؤتمر هو مثير للجدل كما يبدو، لماذا ترعاه سلطات أربيل برأيك؟ والله هذا المؤسف جدا يعني والمخزي، لناس عليهم أوامر قبض مطلوبين قضائيا وعشائريا يتجدون على الأرض العراقية وأتوا من الخارج وجمعوا شتاتهم المهزوم، يعني يريد يثيرون بلبلة أخرى ويريد يستخدمون هذا المؤتمر للضغط على الحكومة وإزالتها. هل تخشون بأن هذا المؤتمر سوف يمهد للتقسيم؟ والله احنا ما يقدر يمهدون للشيء واحنا موجودين على الارض، لكن ننصحهم ان لا يتطرقوا لاي امور اخرى غير الارهاب والتصدي للارهاب. التقسيم من؟ التقسيم هو ابو بكر البغدادي والدواعش مسيطرين على ثلث العراق، والذين يدعون بهؤلاء الناس هم يمثلونه. طيب مثل هذا المؤتمر والذي يقال بأنه لمكافحة الإرهاب، هل برأيك سيكون ناجحا؟ لا أبدا مو ناجح، لأن شنو كانوا بالكهف الجماعة تذكروا الإرهاب صار له سنتين وصراع مع الإرهاب صار لنا سنتين والخسائر تعدت الحدود والجرائم تعدت حدودها وهم الجماعة هسه متذكرين والله نسوي نكافح الإرهاب. اللي يعالجون الخطأ بالخطأ آخر. الموجود على الارض هو كالاتي: الجيش العراقي وقوات الامن والحشد الشعبي والدواعش. لا يستطيع لا مؤتمر ولا غير مؤتمر يقدر يوصل لنتيجه التصدي لهؤلاء الناس. طيب استاذ حميد، يعني هذا المؤتمر هو مثير للجدل كما يبدو، لماذا ترعاه سلطات اربيل برايك؟ والله هذا المؤسف جدا يعني والمخزي، لناس عليهم اوامر قبض مطلوبين قضائيا وعشائريا يتجدون على الارض العراقيه واتوا من الخارج وجمعوا شتاتهم المهزوم، يعني يريد يثيرون بلبله اخرى ويريد يستخدمون هذا المؤتمر للضغط على الحكومه وازالتها. هل تخشون بان هذا المؤتمر سوف يمهد للتقسيم؟ والله احنا ما يقدر يمهدون للشيء واحنا موجودين على الارض، لكن ننصحهم ان لا يتطرقوا لاي امور اخرى غير الارهاب والتصدي للارهاب. التقسيم من؟ التقسيم هو ابو بكر البغدادي والدواعش مسيطرين على ثلث العراق، والذين يدعون بهؤلاء الناس هم يمثلونه.
طيب مثل هذا المؤتمر والذي يقال بأنه لمكافحة الإرهاب، هل برأيك سيكون ناجحا؟ لا ابدا مو ناجح، لان احنا شنو كانوا بالكهف الجماعه تذكروا